بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. إذا مشاهدين الكرام نسير مع شوطنا الرابع عشر، الشوط الرابع عشر بمجموع هذه الأشواط، يحمل فئة الأبكار المهجنات الأصايل. نسير مع هذا الشوط وننطلق مع المركز الأول. نتابع شهب مع المركز الأول بشعار مبارك بن راشد بلغميسه الشامسي، من يقدم لنا شهب على البداية. بينما المركز الثاني، أتابع المركز الثاني بهذه اللحظات، المسك بشعار حمد بن صالح بن محمد بالحطم العامري. بينما المركز الثالث، تتقدم في المركز الثالث بهذه اللحظات، هذه شعلة مبارك بن قطامي بن سعيد الخيلي. بينما ننتقل إلى المركز الرابع، تتقدم بلشة سعيد بن سالم بن عامر العامري. بينما نقلتنا إلى المركز الخامس، وتابع الوصول والتقدم بهذه اللحظات من هذا الشعار، هذا الشعار يحمل رقم 116، هذه الغادمة والمتقدمة بهذه اللحظات. تتقدم فند بشعار عبد الله بن حمد بن محمد الينيبي. بينما ننتقل إلى المركز الخامس، عدينا الخامس، المركز السادس، هذه امتاع عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي. بينما المركز السابع، سابع الأسماء الشايبة، محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الثامن، مشاهدين الكرام، تتقدم اللي هي هزر حمد بن سهيل بن خميس الشامسي. والمركز التاسع، أتابع المركز التاسع الغادمة والمتقدمة بهذه اللحظات، ضج علي بن عايد بن سعيد الكتبي. بينما المركز العاشر، وضوح محمد بن سهيل بالحطم العامري. هذه النتيجة ونداءنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة بهذا الشوط. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، شهب مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي، من يقدم لنا شهب على مقدمة هذا الشوط. تتقدم وتقود هذه الشعارات مع البداية والمركز الأول. ركز يا بلغميسة، ركز مع هذا الموقع المميز، موقع الفوزي والانتصار. بينما تتليها في المركز الثاني، المسك حمد بن صالح بن محمد بالحطم العامري بالمركز الثاني. بينما ننتقل مع المركز الثالث، تتقدم مع المركز الثالث هذه بشعار الجنيبي اللي هي فند عبد الله بن حمد بن محمد الجنيبي. بينما ننتقل إلى المركز الرابع، أتابع الوصول مع المركز الرابع، تتقدم بلشة بشعار سعيد بن سالم بن عامر العامري. بينما المركز الخامس، يسلم يا هذه الأسماء، يا هي أسماء، يا هي شعارات تصل هنا بهذه
اللحظات تتقدم اللي هي ايضا حاملة رقم 124. بنحاول نتعرف عليها من خلال الشعار يا ابو محمد. هذه يا 124 شعار سالم بن علي بن وديمة العامري في المركز الخامس، المركز السادس، أتابع الوصول، أتابع القدوم من هذه الشعارات، شعار عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي والعديد من الشعارات القادمة، أتابع مهر ناصر بن عبد الله بن عزيز الشريفي، ولكن بنعود إلى الصدارة، بنعود إلى مقدمة الشوط. يسلم يا شهب، يا شهب تنطلق مع المركز الأول شهب على الصدارة بشعار مبارك بن راشد بالغميسة الشامسية. يقدم لنا شهب بهذا الأداء، بهذا الرقص، بهذا الحضور المميز، بينما فند هذه فند عبد الله بن حمد بن محمد الجريبي يقدم فند في المركز الثاني. المركز الثالث سالم بن علي بن وديمة مع الشاهينية. يا سلام، الله 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 يا اللقاية، الله يا اللقاية. شهب غيرت، شهب بدأت تنطلق، بدأت تنفرد انفراد الفوز مع محمد أو مبارك بن راشد بالقميصة الشامسي. يقدم شهب مع هذا الأداء، مع هذا العرض، وشوف اللي وضوح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا شهب، انطلقت شهب، انطلقت مع المركز الأول، بدأت تقدم النهاية، تقدم هذه النهاية المميزة مع مبارك بن راشد بالقميصة الشامسي. سلام بالقميصة، سلام سلام يا الشامسي، سلام سلام يا شهب، سلام. تهانينا والناموس لمبارك بن راشد بالقميصة الشامسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كانت في أيضا اللي هي أيضا الحصيلة دكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري، أول إذاعة للحصيلة في المركز الثاني. المركز الثالث وضوح محمد بن سهيل بالحطم العامري. المركز الرابع، المركز الرابع كانت فيه أيضا بهجة سعيد بن سهيل يبوني ظاهري. المركز الخامس أيضا لحظة مانع بن علي بن حماد الشامسي. هكذا التوقيت الزمني 6 دقائق 28 ثانية سجلت معنا بهذا الشوط، اللي هي أيضا سجلت معنا بهذا الشوط بالفعل شهب بشعار مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي. تهانينا والناموس.